يصعد منتخبنا الوطني للفئة العمرية للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي تقام في بيروت للمدة من 26 من آذار لغاية 1 من نيسان. وتعد بطولة غرب آسيا المتنفس الوحيد للاعبين للمشاركة في البطولات الخارجية بعد إلغاء مشاركة العراق في بطولة كأس ديفيز التي تقام في سريلانكا مطلع الشهر الحالي بسبب الضائقة المادية. ومن جهة أخرى من المؤمل أن يقدم لاعبنا مستوى طيب في البطولة، وهي المشاركة العاشرة للمنتخبات العراقية في البطولات التي تنظمها غرب آسيا.